السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم رايحين نشوفوا كيفاش تكون ردة فعل الشاب الجزائري لو كان باباه ينوي ولا يفكر باش يزيد زوجة ثانية. تابعوا معنا شوفوا إذا يقبل ولا لا. لو كان باباك يعني ينوي يزيد زوجة ثانية إذا تقبل أنت؟ يروح يريح معاها يا خو، ما يزيدش يجي للدار، فريمون ما نقبلوش. يروح يريح معاها ويريح معاها وما يزيدش يدخل للدار يا ما نقبلوش. كيفاش 23 36 سنة هو معي، ما أنا في أنا الصغير تاع ولاده 28 سنة، يروح يجيبوا المرأة واحدة أخرى، فريمون ما كاش كيفاش يا فريمون ما كاش. لا لا ما كاش كيفاش. مارغريت والدين، الدين ما بصح. لا لا يا يلحق سارتها مومو من البنادم يقول لا لا يا 36 سنة يقول لك زواج يا ماشي غير 10 10 وشوية صار فيها. لا لا ما فيهاش يا. انت لو كان يسقسيك يقول لك يا وليدي انا نحب نزيد زوجه ثانيه واش تقول له؟ يتزوج وروح يكمل عيش معاها. تزوج وروح يعيش معاها يا ماشي زعما هذيك تاع انا ما تزيدش تهضر معايا، روح عيش معاها نورمال، ما تزيدش تجي لهنا برك، ما تزيدش تجي للدار، هذا ما كان. ما تخليش يزيد يجي للدار؟ والله بصح هو ماهوش حيتخلى على يماك. يدخل لا ولا ما يدخلش يا اخو، لو جاست هذاك تاع ينوي يروح يتزوج عند واحد اخرى يا روح تهلاه يا اخو، مادام انت خليت شغل يما وشريكة حياتك وتربي ربيت دراري كيف كيف ومن بعد تقول لي يعني شغل انت يديك النيف على يماك. بيان سير يا انا ما نسمحلوش يا اخو، الدنيا واخره ما نسمحلوش هكا، ما نسمحلوش. باباك؟ بابا ما نسمحلوش. لو كان ينوي يتزوج زوجة ثانية؟ ما نسمحلوش. ما نسمحلوش باسكو يما ما خلت فيه والو، واقفة ما كيسيون مرا. لو كان وليدك يمنعك باش تزيد تتزوج؟ ما يمنعكش وليدك لأنه أنت ولدتو، ماشي هو اللي ولدك، ما يمنعكش. ما عندوش الحق باش يمنعك. ولو كان أنت تنوي تزيد تتزوج ويقول لك لا؟ ما عندوش حق. ما نسمعلوش، علاه؟ هو 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 في روحو نتاعي أنا. هو في روحو نتاعي انا، كو هو به ما طاح ربي، ما عندوش حق معايا كاع، انا اللي ولدته ماشي اللي ولدني. يعني ما عندوش الحق يقول لك يا بابا ما تزيدش تتزوج؟ لا لا ما عندوش حق، ما عنده ما عندوش حق وما نسمعلوش في هذه. ما كاش كيفاش يا انا ما نسمحلوش، ما نسمحلوش عند ربي في الاخره. ما منوليش نخزر فيه كيسيون شغل بابا. انا بابا ما نقبلش يتعاود يتزوج، فوالا ديريكتومون ما نقبلش باسكو يعود مشاكل ابار بعيد الشري. لي يما ماتت الله يرحمها، هذيك حاجه واحده اخرى فوالا. تكون حيه؟ لا 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 تكون حيه ما تقبليلو؟ لا لا ما نقبلش ابدا ولا ابدا، ولا حد يشارك يما في حياه بابا. امبوسيبل. هي نورمالمون الشرع حلل ربعه. لا لا حللهم بطريقه واحده اخرى، حلل ربي ربي ربعه، كي تعود المراه مريضه، كي تعود المراه ما تقدرش، كي تعود هاي كي فيها اسباب باش ربي حلل ربعه، ماشي يجيب وحده وبعد يزيد الزوجه ويزيد الثالثه ويزيد الرابعه، ولذا اذا استطاع اليهم بيان سور. هذه على كل حال، والوقت اللي رانا فيه ما نظنش باللي قليل اللي يقدر ربع نسا وبدراري وبالدنيا يعني يجي لك بابك يقول لك يا بنتي والله غير راني حاب نزيد زوجه اخرى. لا على يما لا. يعني انت ما تقبلش باش بابك يزيد زوجه ثانيه؟ انا نقبلوش يا اخو، ان شاء الله ربي يطول عمرهم، الله يدوم عليهم ان شاء الله، وان شاء الله المزوجين ان شاء الله يقعدوا حتى في دال حتى الاخر ان شاء الله، وربي يدوم عليهم. انا واحد نتزوج بزوجي دا كاين كيفاش، ثلاثه اربعه يعني ردة فعلك يقول لكم باباك أنا حنزيد يعني زوجة ثانية؟ من حقه يا أخو، ما عندي حتى مشكل خو، ما عندي حتى بروبلام. علاش ضيق لي يا أخو؟ هو أنا قلت لك أنا واحد نحب نتزوج نورمال. إيه بصح لو كان زعما ما عنباليش أنا يظلم يما، هذيك حاجة وحدة أخرى. حقه يتزوج بزوجة يا أخو، يتزوج بثلاثة بأربعة. أنا عارفوش، خلاص خلاص ما نعرفوش، ما عادش يعود عندي بابا. توكوخ واه توكوخ، هذه هي. نقبل نزوجوه ماشي مشكل كاع. نزوجوه عادي ونزيدو نعاونوه ونشرو له كوستيم وقايتين وحلال عليه وربي حلال ربعه. ما تقولوش لا لا على جال يماك. ولا كانت يما كبيره مسكينه كبرت وقايتين وبقى هو صغير. خلوه يشوف بعينيه، نزوجوه عادي. نزوجوه ونعرسوا معاه. المهم يماك حيه.
ما ميما حيه نورمال، نزيدو نفهموها ونردوها ونعاودو الزواج عادي، سنة الحياة هادي هي، ربي يحل الربعة. ايه هادي هي نسمح له انا نورمال. والله نعاود نقول له حتى حاجة، ما نقول له حتى حاجة ونزيد نعاونو كاع، ونخطب له انا كاع، والله غير نخطب له وندير له عرس وكورتاج ونشيل له كوستيم ونخليه يعيش حياته نورمال كاع. وكان تزعف يمك عليه؟ العجوز ما تزعفش، العجوز العجوز كبرت خلاص انا، العجوز ما تزعفش. انت واش يكون رايك؟ ما عندي حتى راي، حياته. نشوف هو ما الله يسهل. ما تقولوش لا لا ولا جامي؟ ما تقولوش نو جامي. لا ملو كان تشوف يمك زعفانه ما تقولوش لا لا، دبر راسها هي بينه وبين مرته الله يسهل. ندخل روحي انا في حياته ما نقدرش. يا خويا واش راح نقول لك انا؟ ربي يبارك له خلاص. ما تتقلق؟ ما نتقلق ما والو، ما عندي ما نتقلق، انا نتقلق ما تقلقوش. يعني وتعاونوا في العرس وكاع؟ لا لا الحمد لله، نوقفوا نورمال فرحوا ونزهاو انتيكو بيا كاع. لا طق لي في ميشان طردكو ونزهاو له كاع، راحوا له كورتاز وانتيكو بيا كيما قلت لك. ما حيزيد زوجته؟ ما يزيد زوجته دوزيام. لا 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 ربي يحل لك ربعه، ربي يحل لك ربعه. دوك انا ما نقدرش نقولوا لا لا، ما نقدرش نوقف له فيها. بيان سور لا لا يا خويا، الا كانت يما زعما وفرت له كاع صوالح ومطاليه فيه على يعاود. بيان سور دوك يما انايا راهي مطاليه في بابا ودارت له كلش.